غادي نكمل ان شاء الله لو كور سور لي زاجيستمون من خلال دي زيكزارسيس. كنا شفنا في لا فيديو اللي فاتت لي زاجيستمون وخدينا واحد لو كا اللي هو اجيستمون افيك جو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي زاجيستمون وغادي نوحد واحد تيب ديال لاجيستمون اللي هو لاجيستمون 140 H7 P6. ناخذو على شكل اكزرسيس ونديرو جميع العمليات باش نتوصلوا في الاخر النوع ديال لاجيستمون شنو هو. هنا عندي دو بيس، عندي اناليزاج اللي كنسميوه كونتينو وعندي اناب اللي كنسميوه كونتينو. دونك لاليزاج هو هذا والارب هو هذا اللي على اليمين. ودابا ملي غادي نديرو لاسومبلاج هنا غيعطيوني اسومبلاج اربر اليزاج، خاصو اون كوتاسيون. لا كوتاسيون غتكون كالتالي: ديامتر 140 H7 P6. هاد لا ديزينياسيون هادي ولا هاد لا كوتاسيون هادي راه خاصة بلاجيستمون كلو. غادي نحاولو نفصلو لابر من لاليزاج، غيولي عندي هنا لاليزاج بوحدو لابر بوحدو وبجوجهم كل واحد غنعطيو لا كوتاسيون ديالو بوحدو. دونك هنا عندي لا كوتاسيون ديال لاليزاج اللي هو ديامتر 140 H7، فصلناها على هذيك البي 6. وبالنسبة للابر غادي يولي عندي ديامتر 140 P6. ونبداو بالدراسة ديال لاليزاج بوحدو اللي هو ديامتر 140 H7. غنبداو الدراسة ديال 140 H7 اللي هو لاليزاج ونحاولو نستخرجو لي زيكار ديالو. دونك لي زيكار غنبداو ب 140 فين جات ما بين 120 و 180، يعني غادي نختارو هاد العمود. و H7 هي عندنا هنا غنختارو هاد لالين فين كيتلاقاو في هاد الخانة هادي. دونك هاد الخانة شكون كتقول ليا لي زيكار ديالها راه هما 0 بلس 40. من بعد ما استخرجنا لي زيكار سوبيريور و لي كار انفيريور، دابا غادي نشوفو لاليزاج. نحولو هاد لاكوت هادي لي هي ديامتر 140 H7، نحولوها على هاد الشكل ديامتر 140، يكون عندي هنايا ليكار سوبيريور و هنايا ليكار انفيريور. دونك ليكار سوبيريور كيما استخرجناه قبيله خرج ليا بلوس 40 ميكرون. غنشد هاد 40 هادي ونقسمها على 1000 باش تخرج ليا اون مليمتر، نحولوها لمليمتر. دونك غتولي عندي بلوس 0.040 مليمتر اللي غنجيو غنحطوها بلاصة ليكار سوبيريور هنايا. وغادي نمشيو لعند ليكار انفيريور كيما استخرجناه قبيله هو 0، وغادي نشد هاد ليكار انفيريور غادي نحطها بلاصتها هنا. دونك هنا يكون عندي 0 هنايا لتحت كوم ايكار انفيريور. اذا لاكوت ديالي غتولي في الاخر ديامتر 140 0 بلوس 0.040 اللي هي هاد اللي كتمثل ليا هاد ديامتر 140 H7. لانترفال دو توليرونس اللي كنسميو ولا كنرمزو له بإي تي كيساوي دائما ليكار سوبيريور موان ايكار انفيريور. ليكار سوبيريور عندنا هو هذا، غيولي عندي هو 0.040، وغادي نقسم منو ليكار انفيريور اللي هو هذا، غادي يخرج ليا 0.040. هنا هاد لي زيد هاد لي زيكار و لي تي غادي نحاولو نمثلوهم في هاد الميبيان هذا غوبريزونطاسيون ديال لي تي. دونك غادي يعطيني هنايا لي زيكار في واحد العمود، دونك يعطينا 0 وكل شرطة هنا راه تعطيني 0.01. دونك غيولي عندنا حتى 0.05 وغادي نمشيو 0.06 0.07 سو دو سويت. هادو بوزيتيف، وفي جهة أخرى يكون عندي لي نمثلو لي زيكار نيجاتيف موان 0.05 حتى موان 0.10. دونك شنو عندي هنايا؟ عندي ليكار سوبيريور اللي هو 0.040، بحال قلنا 0.04 فين هي هنا غتكون هنا 0.04 هو هذا. دونك ايكار سوبيريور بلوس 0.040، ليكار انفيريور هو لا جا في لاليني 0، وبيناتهم راه هو لانترفال دو توليرونس لي تي من هنا حتى لهنا اولا كتسمى لا زون دو توليرونس. نمشيو دابا نحسبوا لاليزاج ماكسي اللي هو كيساوي كوت نومينال
شنو هي كوت نومينال نذكروا بها هي هاد الديامتر 140 دونك زائد ليكار سوبيريور دونك لا كوت نومينال مزوله ب سي ان بلس ايكار سوبيريور كتعطيني 140 كوم كوت نومينال بلس 0.040 كوم ايكار سوبيريور غتخرج ليا في الاخر ديامتر 140.040. لا كوت ميني ولا لا ليزاج ميني اللي غنحسبو بلا كوت نومينال وغنزيدو عليه ليكار انفيريور كنرمزو ليه دائما ب سي ان بلس ايكار انفيريور غيعطيني ديامتر 140 بلس 0 غتبقى 140. هاد لا ليزاج مويان شنو هو؟ هاد هو اللي كيقلبو عليه ليزينور اللي كيدير ليزيناج في التورناج او لا في الفريزاج كيحاول دائما يمشي لا كوت مويان او لا ليزاج مويان. دونك اليزاج ماكسي كنزيدو عليه لا ليزاج ميني وكنقسمو على جوج شحال غيخرج لنا ديامتر 140.040 اللي هي اليزاج ماكسي بلس ديامتر 140 اللي هي اليزاج ميني وغنقسمو على جوج غيخرج ليا ديامتر 140.020. لو تورنور ولا الفريزور اللي غيصوبنا هاد البياسة خاصو يمشي لعند هاد لاكوت مويان ديامتر 140.020. حنا في هاد الحالة هادي راه حنا في التورناج يعني بياسة سيلندريك يعني لو تورنور خاصو يوصل عدد لاكوت هادي. غادي نحاولو نديرو نفس الشيء مع لاربر اللي درنا مع ليزاج غنديروه مع لاربر. لاربر شناهو ديامتر 140 هنايا عندي بي 6 نحاول نقلبوا على لي زيكار ديال 140 بي 6 دونك 140 عندي هنايا ما بين 120 180 في هذا العمود هذا بي 6 غادي نقلب عليها هنايا ها هي عندي هنايا بي 6 في هذه لاين هذه غيتلاقاو ليا غيعطيوني هذه الخانه هذه اللي غتعطيني بلس 43 كوم ايكار انفيريور بلس 68 كوم ايكار سوبيريور. نحسبوا الارب نعطيو لا كوت ديالو كامله بلي زيكار هذاك لي زيكار اللي غادي نروبورتيهم هنا وغنحسبوا لانترفال تويرونس ولابر ماكسي ابر ميني وغنحسبوا لابر مويا. دونك لابر عندي اللي هو ديامتر 140 بي 6 اللي غيكون كيساوي غيعطيني ديامتر 140 خاصني ليكار سوبيريور وهنا خاصني ليكار انفيريور. حنا استخرجناهم من الطابلو اللي فات ايكار سوبيريور غيعطيني هو او اس بلس 68 ميكرون خاصني نحولها للمليمتر غادي نقسم على 1000 يعطيني بلس 0.068 مليمتر. هاد ليكار هذا غادي نحطوه في بلاصتو هنا كوم ايكار سوبيريور. ليكار انفيريور اللي هو بلس 43 ميكرون نفس الشيء غادي نحولو هذا للمليمتر غادي يولي عندي غادي نقسم على 1000 غيولي عندي بلس 0.043 مليمتر وغادي نحولها نحطها هنايا كوم ايكار انفيريور. شنو غتولي عندي لاكوت غتحول من 140 بي 6 غادي ترجع 140 ديامتر 140 بلس 0.68 بلس 0.043. لانترفال توليرونس اللي هو لي تي قلنا راه هو ليكار سوبيريور موان ايكار انفيريور غتحاولو تشوفوها في واحد لا فيديو في لو كور ديال لي زاجستمون باش تذكروهم. شحال غيعطيني ليكار سوبيريور هو 0.068 موان 0.043 غادي يعطيني 0.025. هذا هو لانترفال دو تيرونس بمعنى هذا هو العبار اللي كاين ما بين اكبر اربر واصغر اربر. اون فالو ريبريزونتي في داك لو شيما اللي شفنا قبيله. دونك غادي نمثل ايكار سوبيريور غادي نمشي لعند 0.068 فين جات راه هي فوق هنا دونك 0.068 وغادي نريبريزونتي 0.043 كوم ايكار انفيريور هو جا هنا ولات بيناتهم هو لانترفال دو توليرونس اللي هو هذا اولا لا زون دو توليرونس. دونك كوت نومينال بلس ايكار سوبيريور اللي هو ار ماكسي دونك غادي يعطيني ديامتر 140 اللي هي لا كوت نومينال بلس ليكار سوبيريور اللي هو 0.068 غيعطيني ديامتر 140.068. ار ميني دائما سي لا كوت نومينال بلس ايكار انفيريور غادي يعطيني ديامتر 140 بلس ليكار انفيريور اللي هو 0.043
est égal à diamètre 140,043. كيبقى لنا الابر مويه قلنا هذا هو اللي كيمشي له لو تورنور ابر ماكسي بلس ابر ميني كنقسمو على جوج غيخرج لنا ديامتر 140,068 بلس 140 ديامتر 140,043 ديفيزي بار 2 غادي يعطيني ديامتر 140,0555 اللي هي لا كوت مويان اللي كيقلب عليها لو تورنور نحسبو لاربر نعطيو لا كوت ديالو كامله بلي زيكار هذاك لي زيكار اللي غادي نروبورتيهم هنا وغنحسبو لانترفال تويرونس ولابر ماكسي ابر ميني وغنحسبو لابر مويان دونك لابر عندي اللي هو ديامتر 140 بي 6 اللي غيكون كيساوي غيعطيني ديامتر 140 خاصني ليكار سوبيريور وهنا خاصني ليكار انفيريور حنا استخرجناهم من الطابلو اللي فات ايكار سوبيريور غيعطيني هو او اس بلس 68 ميكرون خاصني نحولها للمليمتر غادي نقسم على 1000 يعطيني بلس 0,068 مليمتر هاد ليكار هذا غادي نحطوه بلاصتو هنا كوم ايكار سوبيريور ليكار انفيريور اللي هو بلس 43 ميكرو نفس الشيء غادي نحولو هذا للمليمتر غادي يولي عندي غادي نقسم على 1000 غيولي عندي بلس 0,043 مليمتر وغادي نحولها نحطها هنايا كوم ايكار انفيريور شنو غتولي عندي لاكوت غتحول من 140 بي 6 غادي ترجع 140 ديامتر 140 بلس 0,68 بلس 0,043 لانترفال توليرونس اللي هو لي تي قلنا راه هو ليكار سوبيريور موان ايكار انفيريور غتحاولوا تشوفوها في واحد لا فيديو في لو كور ديال لي زاجستمون باش تذكروهم شحال غيعطيني ليكار سوبيريور هو 0.068 موان 0,043 غادي يعطيني 0,025 هذا هو لانترفال دو تيرونس بمعنى هذا هو لابار اللي كاين ما بين اكبر اربر واصغر اربر اون فا لو ريبريزونتي في هذاك لو شيما اللي شفنا قبيله دونك غادي نمثل الايكار سوبيريور غادي نمشي لعند 0,068 فين جات راه هي فوق هنا دونك 0,068 وغادي نريبريزونتي 0,043 كوم ايكار انفيريور هو جا هنا ولا بيناتهم هو الانترفال دو توليرونس اللي هو هذا او لا زون دو توليرونس دونك كوت نومينال بلس ايكار سوبيريور اللي هو ار ماكسي دونك غادي يعطيني ديامتر 140 اللي هي لا كوت نومينال بلس ليكار سوبيريور اللي هو 0,068 غيعطيني ديامتر 140,068 ابر ميني دائما سي لا كوت نومينال بلس ايكار انفيريور غادي يعطيني ديامتر 140 بلس ليكار انفيريور اللي هو 0,043 ايتيغال ديامتر 140,043 كيبقى لنا ابر مويان قلنا هذا هو اللي كيمشي له لو تورنور ابر ماكسي بلس ابر ميني كنقسمو على جوج غيخرج لنا ديامتر 140,068 بلس 140 ديامتر 140,043 ديفيزي بار 2 غادي يعطيني ديامتر 140,0555 اللي هي لا كوت مويان اللي كيقلب عليها لو تورنور بعد ما حسبنا المعطيات ديال لاليزاج وحسبنا جميع المعطيات ديال لاربر دابا وصل الوقت ديال دراسه لاجوستمون ايتود دو لاجوستمون لو تيب داجوستمون غادي نحاولوا نحسبوا لي جو دونك غنبداو بلو جو ماكسي اللي هو لاليزاج ماكسي وغنقصوا منه اربر ميني اللي غيساوي ديامتر 140,040 اللي حسبنا قبيله غادي نقصوا منها ديامتر 140,043 ديال لابر ميني غادي يعطيني موان 0,003 علاش لان لابر هنا في هذه الحاله هذه كبر من لاليزاج دونك لو جو ماكسي انفيريور ا 0 يعني خرج لي عدد سالب نقدروا نحسبوه بالطريقه الثانيه من خلال لي زيكار
دونك لو جو ماكسي كيساوي ايكار سوبيريور ديال لاليزاج وكنقص منه ايكار انفيريور ديال لارم غادي يخرج ليا 0.040 كنقصوا منه 0.043 ديال لارم شحال يخرج ليا نفس الشيء موان 0.03 اللي هو بطبيعة الحال عدد سالب دير هاد الكالكول هذا بهاد الطريقة ديال لاليزاج ولارم أو لا كتستعمل لي زيكار دونك لو جو ماكسي هنايا لحد الآن خرج ليا نيجاتيف غندوزو لعند لو جو ميني وغنشوفو تا هو واش من لو سين ديالو واش نيجاتيف ولا بوزيتيف دائما غنبداو بلاليزاج سي لاليزاج ميني في هاد الحالة دابا غنقلب فحال باش ناخدو انا ماكسي دابا غادي ناخد ميني موان قبيلة خدينا ميني بالنسبة للابر دابا غادي ناخد لابر ماكسي شحال يخرج ليا ديامتر 140 هادشي اللي خرج لنا قبيله في لاكوت ميني ديال لاليزاج موان لابر ماكسي ديامتر 140.068 شحال خرج لنا موان 0.068 حتى هو عدد سالب او كنحسبوه بالطريقه الثانيه لو جو ميني راه هو ليكار انفيريور ديال لاليزاج قبيله كنا خدينا ايكار سوبيريور موان قبيله خدينا ايكار انفيريور ديال لارب دابا غادي ناخدو ايكار سوبيريور ديال لارب غادي يخرج لنا 0 موان 0.068 وغادي يخرج ليا كذلك موان 0.068 اللي هو عدد سالب دونك نلاحظو هنا لو جو ماكسي سالب ولو جو ميني سالب دونك ايتود دو لاجستمون دابا غندرسو لاجستمون شنو هو غادي نحاول نشوفو واش لي زيتي لانتيفال توليرونس متداخلين او لا سو شوفوش او لا واش ليتي ديال لاربر مع ليتي ديال لاليزاج واش كيتداخلو الا رجعنا لذاك الميبيان اللي درنا قبيله كنلاحظو بان ليتي ديال لاليزاج مع ليتي ديال لاربر هنا راه داخلين بعضياتهم او ما داخلينش بعضياتهم كنلاحظوا هنا بان لي تي ديال لارب فايت لي تي ديال لاليزاج يعني ما كاينش تداخل بيناتهم هنايا من بعدين دونك هنا غادي تولي عندي جوج الحالات يا اما غادي يكون اليزاج باردون لاجستمون افيك جو او لاجستمون افيك سيراج دونك واش اجستمون افيك جو او لا اجستمون افيك سيراج او لا اجيستمون ان سيغتان هما ثلاثه الانواع اللي عندنا دابا حنا في هذه الحاله هذه واش عندي اجيستمون جو سيغاج او لا ان سيغتان باش كنعرفوهم كنمشيو نيشان عند هاد الا كانوا لو جو ماكسي صغر من صفر يعني سالب ولو جو ميني كذلك سالب هنا لاجيستمون راه افيك سيغاج او من خلال هاد الميبيان هذا الا كانوا لي زيتي ما كيتداخلوش بيناتهم راه هنا يا اما عندي جو يا اما عندي سيراج وباش نفصل بيناتهم كما قلنا الا كانوا بجوجهم سالبين راه عندي لاجيستمون راه هو افيك سيراج.